طيب نروح مع حضراتكم دلوقتي لمؤسسة حياة كريمة، واللي وقعت امبارح بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية لتنفيذ مجموعة من المبادرات التنموية زي تنظيم قوافل طبية، برامج توعوية للأهالي في قرى حياة كريمة، كمان إتاحة الفرصة للطلاب اللي حابين يشاركوا كمتطوعين في المبادرة. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. مؤسسة حياة كريمة وقعت بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية، وذلك بهدف تبادل الخبرات في المشروعات المشتركة لخدمة وتنمية المجتمع من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية بالقرى وتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة. البروتوكول تضمن تخطيط وتنفيذ مشاريع ومبادرات للتنمية مثل تنظيم وإطلاق القوافل الطبية في تخصصات طب الأسنان والتمريض والصيدلة والصحة العامة. كما تقدم الجامعة البريطانية الخدمات الصحية والنفسية داخل مركز الاستشارات النفسية بكلية الآداب بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية لمركز الصحة النفسية. الجامعة البريطانية تعد أول جامعة خاصة في مصر توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتوفر الجامعة عن طريق طلابها وفرق العمل المختلفة عدداً من الطلاب المتطوعين للقيام بالأعمال الميدانية وفقاً للتنسيق بينها وبين حياة كريمة، فضلاً عن تقديم الاستشارات والندوات والمحاضرات العامة وورش العمل في مجالات التخصص المتوفرة في جميع كليات الجامعة. هذا بالإضافة لقيام الجامعة بأعمال التنمية المجتمعية والاستثمار في الكوادر البشرية في القرى التي تحددها مؤسسة حياة كريمة عن طريق عمل برنامج توعوي تثقيفي شامل لهذه القرى، مثل برنامج توعية المرأة والأسرة، وبرنامج تأهيل الشباب لسوق العمل، وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة.